بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي ومعلمي ومعلمات مادة العلوم بالصف الرابع الابتدائي وكل أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي. أنا معايا لكم دلوقتي مذكرة من أفضل مذكرات العلوم على المنهج الجديد للعام الدراسي 2021-2022، وهي مذكرة علوم ممتازة جدا، وأنا بنصح بها جميع الطلبة والطالبات، وبنصح بها أولياء الأمور كل ولي أمر يحمل نسخة من المذكرة ويذاكر مع ابنه أو بنته منها. المذكرة طبعا زي ما حضراتكم شايفين، أولا الصورة وطريقة الكتابة جودة عالية جدا 100%، مفيش بعد كده. ده جودة الكتابة زي ما حضراتكم شايفين، الخط كبير، خط واضح، الصور زي ما حضراتكم يعني ظاهرة قدامكم بجودة عالية جدا. كمان مفيش علامات مائية، المذكرة خالية من أي علامات مائية، ومفيش عليها أي بيانات خالص ولا حتى اسم معلم. يعني ممكن برضو المعلم يشتغل بها في مجموعات التقوية كشرح وكمراجعة، لأن المذكرة مش بتحتوي على شرح للمنهج بس، ده زي ما حضراتكم هنشوف مع بعض كده، كل درس عليه أسئلة. يعني الدرس الأول زي ما حضراتكم شايفين عليه أسئلة، مش صفحة واحدة حتى، ده أكتر من صفحتين اتنين، حوالي عن 30 سؤال، 29 30 سؤال على كل درس. نخش على الدرس التاني زي ما حضراتكم شايفين، الصور بجودة عالية وممتازة، الشرح منسق، كل حاجة في المذكرة ممتازة جدا زي ما حضراتكم شايفين، الصور مفيش علامات مائية، خط كبير، خط واضح. برضو عندنا مراجعة أو أسئلة على الدرس الثاني زي ما حضراتكم شايفين، طبعا نفس صفحتين على الدرس ده زي الدرس الثاني. وعندنا واجب كمان الصفحة الثالثة كمان اهوت، كمان احنا بنشوف مع بعض اهوت، تمام. بعد كده مثلا الدرس اللي هو الثالث، الجهاز الهضمي، زي ما حضراتكم شايفين ده شرح للدرس من البداية، عندنا صورة توضيحية طبعا للدرس والجهاز اللي بنشرح، تمام، وكل شيء عن الدرس. وبعد كده بنخش على صفحة تحتوي على أسئلة على الدرس. من خلال الصفحة ديت ومن خلال الأسئلة ديت نقدر نقيم الطالب مدى استيعابه للدرس، فهم ايه في الدرس، ايه الغلط عنده. وممكن يعني الأسئلة ديت ولي الأمر يدرب الطالب أو يدرب ابنه في البيت، ممكن المعلم يشتغل عليها في مجموعات التقوية برضه، وممكن يشتغل عليها في الفصل. يعني ممكن يعني يطلع على المذكرة ويشوف الأسئلة دي ويقول الأسئلة دي للطلبة ويشوف برضه، لأن الأسئلة دي يعني شاملة كل الدرس. وده طبعا درس تاني طبعا زي ما حضراتكم شايفين برضو عليه أسئلة على كل درس، صفحتين أو ثلاثة على حسب الأسئلة وعلى حسب عددها، تمام. طبعا أنا بعمل لكم معاينة سريعة للمذكرة، ومش عايز الفيديو يكون طويل. كل اللي أنا بوريه لحضراتكم دلوقتي إن المذكرة من أول درس لحد آخر درس مفيش فيها علامات مائية، مذكرة خالية من أي شيء يمكن العمل بها في أي مكان، مذكرة متاحة للجميع. وإن شاء الله رابط تحميل المذكرة هتلاقوه أسفل الفيديو، وهو رابط واحد من خلاله هتحصلوا على المذكرة بالشرح بالمراجعة بكل شيء. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.